بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا السؤال وصلني عن تمارين التخاطر، هل هي حلال أم حرام الحقيقة، وهل لها مصداقية؟ الحقيقة أحبتي في الله، أحببت أن أقول لكم موضوع التخاطر له علاقة بالروح، وهذا موضوع إيماني قرآني الله أنبأنا عنه والنبي تحدث عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. إذن الأرواح هناك ظاهرة، حتى لاحظت أنهم يطلقون عليها اسم غير علمي ولكن منتشر على الإنترنت، وهي توأم الروح. كل إنسان له توأم. هذا المصطلح غير دقيق أيها الأحبة، لأنه ليس هناك توأم روح، ولكن هناك توافق، أو التعبير النبوي التآلف بالأرواح. الروح أيها الأحبة هي نظام عالمي كوني خلقه الله، أو هي روح الله سبحانه. لا نستطيع أن نقول إنها مخلوق أو غير مخلوق. ونفخت فيه من روحي، إذن هو أمر إلهي. الله تعالى قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الروح كل إنسان منا له تركيبة خاصة به، هي التي تشرف على نظام عمل الخلايا، نظام الدماغ، القلب. شبكة معقدة جدا هي الروح، تسمى الروح أحبتي في الله. هناك النفس التي تأمر بالسوء، إذن هناك روح كنظام تشغيل، وهناك النفس هي القائد التي تقود هذا الجسد، إما أن تهلكه في المهالك، تقوده إلى الزنا والفاحشة، إن النفس لأمارة بالسوء، وإما أن تقوده إلى أن تصبح هذه النفس مطمئنة، تقوده إلى الأعمال البر، أعمال الخير، الأعمال الصالحة، الصلاة، العبادات. إذن أيها الأحبة، الجسد هذا لا قيمة له، الروح هي النظام المحرك ونظام العمل، والنفس هي القائد. لذلك الذي يعاقب هو النفس. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. النفس هي التي تعذب، النفس هي التي تموت وتتوفى، كل نفس ذائقة الموت. لذلك نجد أن النفس الطيبة الصالحة تتوافق مع الروح، يحدث توافق بين نفس الإنسان وروحه، فيصبحان كجملة واحدة، لأن الروح دائما تعمل بأمر الله، الروح دائما طيبة، لا يوجد روح شريرة. وبالتالي يصبح هذا النفس لديه، أو هذا الإنسان لديه، توافق بين الروح وبين النفس. هذا التوافق أيها الأحبة له سمات معينة، خصائص معينة، مواصفات، لنقول لدينا مواصفات معينة لهذا الإنسان. ما الذي يحدث؟ أن هناك بعض البشر ممن توافقت الروح مع النفس لديه، تكون لديه خصائص لهذا التمازج وهذا التوافق قريبة من إنسان آخر. لذلك أنت أحيانا عندما تلتقي مع شخص تشعر أنك قريب منه، تشعر أنك تعرفه، حتى يحدث شيء من التخاطر بينك وبينه بعد فترة من المعرفة. تحاول أن تتصل به، وإذا به يقول لك: أنا كنت قبل دقائق أفكر أن أتصل بك. وهذه الظاهرة تحدث يوميا مع كل الناس على فكرة، ليست خاصة بالمؤمن أو الكافر أو غير ذلك. ولكن هذه الأرواح جنود مجندة، يعني نجد أن النفس الخبيثة التي تعمل ضد أمر الروح، الروح دائما في اتجاه الخير، والنفس أحيانا تكون في اتجاه الشر، يحدث تنافر بين النفس وبين الروح. هذا الإنسان المضطرب، الله تعالى قال: فهم في أمر مريج، عن المكذبين، لديهم تناقض، لديهم اختلاف. إذن أصبح لدينا إنسان هو في أمر مريج، لديه خصائص معينة، هذه الخصائص تتفق مع إنسان خبيث آخر مثله، فيتوافقان، ويحدث أيضا شيء من التخاطر بينهما والتواصل، ويشعر كلاهما أنه قريب من الآخر. لذلك الله تعالى يوم القيامة ماذا قال؟ الأخلاء، يعني الخل الوفي، هذا من عجائب الدنيا قديما، كان يقال عجائب الدنيا السبع،
الخل الوفي، الصديق الوفي. الخل يعني من تخلو به، من تعيش معظم حياتك معه، صديق حميم، خل تخلو به وفي. هؤلاء ماذا قال عنهم يوم القيامة؟ الخبثاء طبعا، قال الأخلاء بعضهم لبعض عدو، يصبحون أعداء يوم القيامة. كانوا في الدنيا يتفقون على الشر، وتجد بينهم أسرار ومصالح عمل، وهم أوفياء لبعضهم. يوم القيامة يكونون أعداء، الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، إلا من المتقين. إذن التقي الذي لديه تقوى، لديه إيمان بالله، لديه حب لله، لديه حب لفعل الخير، هذا لديه خصائص معينة لشخصيته أو للنفس والروح، تصبح لدينا خصائص معينة. شخص آخر يشبهه بالخصائص يلتقيان، سميت هكذا توأم الروح، ولكن هو تلاقي الأرواح، تآلف الأرواح. أما غير المؤمن الخبيث أيضا تتلاقى روحه مع إنسان أيضا من نفس المستوى، نفس النوع، نفس المواصفات، نفس الخصائص، نفس الميزات، نفس السمات. أما موضوع أن تدرب نفسك على التخاطر، هذا الأمر أولا من الناحية العلمية لم يثبت. من الناحية العلمية ليس لدينا اليوم دراسة علمية تقول أن هناك تمارين للتخاطر ومحاولة أن تجلس وتفكر بشخص وهو يفكر فيك، وتلتقيان عند فكرة معينة ثم تخبره بماذا كان يفكر وأنت بماذا كنت تفكر، فتجد أن الفكرة ذاتها التي خطرت ببالك هي التي خطرت بباله. موضوع شحن الأفكار، يعني أن تشحن فكرة عبر الزمن وعبر الفضاء لتصل إلى شخص آخر على بعد آلاف الكيلومترات ربما عنك، فيحس بهذه الفكرة أو يشعر بها، هذا الأمر من الناحية العلمية لم يثبت. ولكن هناك بعض الناس لديهم هذه القدرة ولديهم قدرة على التدرب، ونحن نقول كدين حنيف لا يوجد لدينا يعني ما يمنع أو يؤيد هذا الكلام. يعني يمكن أن تعتبره التمرين عادي ما دام لا يسبب لك الظن السيء بالله والشرك والكفر بالله، كل شيء مباح في الإسلام أيها الأحبة، لا يحرم الله إلا وفق نصوص. فأنت تجلس لتدرب الحاسة السادسة على عمل معين، ولكن أنا أقول لكم نصيحتي، تدرب على القرآن أفضل، تدرب على حفظ القرآن أفضل، تدرب على أن تفهم هذا الكتاب العظيم أفضل، وسيصبح لك قوة في التخاطر أعلى مع من هو متوافق معك. يعني أنت لا تذهب وتبحث عن شخص يتوافق معك، لأن هذا الشخص ربما يخدعك، ربما تعطيه سرا من أسرارك فيفضحك، ربما يستغل نقطة ضعف عندك لأهداف مثلا خبيثة أو شريرة أنت لا تعلم. إذن غالبا أيها الأحبة، أنا حسب ما وجدت أنه يتم الضحك على عقول بعض البسطاء بموضوع تمارين التخاطر وتمارين تقوية الحاسة السادسة وغير ذلك. وهذا الموضوع أنا بالنسبة لي لا أحبذه. لدينا القرآن الكريم، أنا لدي القرآن الكريم، هو أقوى كتاب يمكن أن يعلمك فن الشفاء. القرآن فيه قوة روحية هائلة. ماذا سمى الله القرآن؟ قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روح. إذن أنت إذا أردت أن تمتلك شخصية قوية وروح ونفس بمواصفات طيبة، لأن الله يقول يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة، النفس المطمئنة يمكن أن تكسبها من خلال تعمقك بالقرآن، وأن تكثر من التعمق، ليس مجرد قراءة وليس حفظا أيها الأحبة. الحفظ، هناك أطفال لا يفقهون اللغة العربية يحفظون القرآن أفضل، ربما أفضل مني ومنك. القضية ليست قضية حفظ كلمات ورسوم وكذا، لا، القضية أن تفهم وتتدبر، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك، ماذا؟ لم يقل ليحفظوا آياته، ولم يقل ليقرأوا، قال ليتدبروا، ليتدبروا. يأتي شخص يقول لك أنا ختمت القرآن 100 مرة، طيب، ويؤذي جاره، طيب ماذا استفدنا من ختمة القرآن 100 مرة وأنت لا تكرم ضيفك
وأنت لا تساعد إنسان مهموم، وأنت تأكل الربا مثلا، إذا ما الذي استفدته من قراءتك القرآن؟ إذا القضية قضية تدبر وتعمق. أنا أنصح به أن تتدبر هذا القرآن لتكسب هذه القدرات، أنا أعتبرها قدرات خارقة. لماذا؟ لأن المؤمن أيها الأحبة من خلال تدبره للقرآن سوف يرى الحياة بصورة مختلفة، نظرته للخالق العظيم ستختلف، ثقتك بالله ستزداد، لن تتأثر بالمخاوف من حولك، ستعتبر أن كل شيء مقدر. تذهب في أي مكان، تذهب لإجراء أي معاملة، أي مشكلة، أي قضية تريد أن تحلها، أي مشكلة تواجهك، تذهب وأنت مطمئن القلب وتعلم أن كل شيء مقدر عليك ومكتوب، وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. لذلك أختم بهذه الآية، أنا دائما أكررها، وهناك فيديو آية استوقفتني أيضا بهذا العنوان. الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أنا أريدك أن تكون هذه عقيدة لديك، ليس مجرد كلام، عقيدة. لو أن الكون كله يجتمع ضدك لن يضرك إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يجب أن تعتقد أن هذا الكون لو اجتمع على أن يضرك بأمر بسيط لا يستطيع، أو ينفعك بأمر بسيط إلا ما كتبه الله لك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصيبنا برحمته وأن يتوفانا على الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.